نعم، وبرأيكم لماذا تأخر هذا القرار الاعتراف الرسمي بمغربية الصحراء، علما كما قلتم بأن فرنسا يربطها تاريخ مع المغرب، تعرف بالحقيقة وبالمنطق بأن الصحراء مغربية وبأنها لديها الخرائط، ويعني هذا الارتباط والتاريخ المشترك ما بين، لماذا تأخر هذا الاعتراف بشكل رسمي؟ وفرنسا كانت تجني من مواقفها المتذبذبة، هذه كانت تجني منها أمورا سياسية واقتصادية بالأساس، وكانت لها بطبيعة الحال كانت تنظر إلى الوضع نظرة براغماتية إن صح التعبير، أو نفعية، فلا تريد أن تفقد علاقاتها الاقتصادية مع المغرب ومكانتها مع المغرب وتاريخها مع المغرب، وفي نفس الوقت تريد أن تحافظ على ما حققته من مكتسبات في الجزائر. فبقي هذا الموقف المتذبذب بناء على أساس أنها دولة تقول بأنها محايدة وليس غير متدخلة في النزاعات، ولكن التاريخ كما قلت والوثائق تكذب هذا الأمر. ولهذا فرنسا تأخرت، لأنها كانت تستفيد ماديا من هذه الناحية. ويمكن القول أيضا حتى إن التوتر الذي كان سائدا في هذه المنطقة ربما فرنسا أيضا كانت تستفيد منه، لا على مستوى صفقات الأسلحة التي كانت مع البلدين، وعلى على مستويات متعددة. الآن المغرب ما عاد يقبل بسياسة النعامة هذه التي يمكن أن أقول لك أنا معك ولكن مع الآخر أيضا. الآن المغرب لا يقبل المنطقة الوقوف في المنطقة الرمادية، إما أن تؤمن بحقوق هذا الشعب الذي هي حقوق مشروعة، وإما بطبيعة الحال أن يعني أن يكون لك موقف آخر كسائر الناس. ولهذا أدركت فرنسا أن مصالحها الاستراتيجية، أقول مصالحها الاستراتيجية في المستقبل مثل ما كان في الماضي، هي مصالح في المغرب وليست في غير المغرب، ولهذا بادرت إلى اتخاذ هذا القرار على أعلى مستوى. ويعني منذ الرسالة التي أرسلها الرئيس الفرنسي في يونيو، ولكن لابد من القول بأن هناك كان نوع من البرود في العلاقات بين المغرب وفرنسا منذ سنوات، وهذا انعكس أيضا على الفرنسيين وانعكس على فرنسا، وتأثرت منه أيضا فرنسا سلبيا. الآن المغرب هو دولة منفتحة على الكثير من التحولات، والمغرب يمكن أن نقول بأنه حقق طفرة نوعية في مساره الاقتصادي والاجتماعي والسياسي لم تقم به الكثير من الدول، وبالتالي فرنسا انطلاقا من مقاربة براغماتية حقيقية بات يظهر لها المغرب على أساس أنه الشريك الأنسب والأسلم. لابد من الإشارة إلى معطى أساسي أيضا، فرنسا على المستوى إفريقيا تراجع إشعاعها على المستوى الإفريقي وتراجع دورها، وما عادت الشعوب تقبل بفرنسا مثل ما كان الأمر في الماضي، وما عادت فرنسا هي الوجهة المفضلة للكثير من الراغبين في الهجرة إلى العالم، وبالتالي باتت تدرك على أساس أنه لكي يكون لها وجود في إفريقيا الآن لا بد من أن تكون لها علاقة طيبة مع المغرب، خاصة وأن المغرب الآن هو المستثمر رقم واحد في غرب إفريقيا وهو المستثمر الثاني في كافة الدول الإفريقية، وبالتالي كثير من الدول تطلب ود المغرب خاصة، وأن له اليوم يمكن أن نقول له معرفة في مجال الاستثمار، في مجال نقل التنمية، في مجال الرهان على نوع من التنمية النظيفة التي فيها الكل رابح، وليس مثل ما كان الأمر في الماضي كما كانت تؤمن به أيضا فرنسا في علاقتها مع الأفارقة.